المحلية. أستاذ سهيل، كل عام بخير. كل عام وانت بخير، واسعد الله مساك بكل خير. سعد الله مساك أستاذ سهيل. في البداية، فاجأك هذا الارتفاع لهذا اليوم؟ الحقيقة أنا لم أكن أتوقع أن دبي قد تصل إلى ما هو أسوأ. حتى الإنسان في حياته تمر عليه أحيانا لحظات حرجة، ويعني فترات يكون عنده ضوائق مالية وأمور، لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يمر بهذا. فبالتالي الدول أيضا هي تمر بهذا الشيء، مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية وهي كان أعظم اقتصاد في العالم، ومر أيضا بماليزيا في العقد الماضي في عام 98، أزمة ماليزيا، وهذا ثمن تدفع كل دولة تحاول أن تنمو نموا أكثر من الطبيعي. طبعا دبي يعني نمت في الفترة الماضية، كانت يعني ظاهرة عالمية، نمت بمعدلات نمو كبيرة جدا، كانت تتجاوز ال 15% وتصل أحيانا إلى 20%. كل هذه الأمور والنمو هذا كان يتطلب من المسؤولين في الدولة ومن الشركات أن يكون لديها حجم تمويل كبير وإقراض كبير، هذا ثمن لابد أن تدفع أي دولة تريد أن تنمو نموا كبيرا. ما حدث طبعا، جاءت الأزمة المالية بشكل معاكس لكل اتجاهات يعني الدول، يعني مشت الرياح بما لا تشتهي السفن. فطبعا توقفت الأنشطة الاقتصادية بحكم الخوف الكبير، وتوقفت عمليات الإقراض، وأيضا كذلك أن دبي، نهضة دبي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على التطوير العقاري وبيع المساكن والبروبرتيز التي يسمونها أي العقارات، يعني بكل أنواع سواء تجارية أو سكنية. الفترة الأخيرة طبعا بفعل الأزمة انحسرت هذه الأمور ولم يعد هناك طلب على العقارات وانخفضت أسعارها، فبالتالي تعرضت دبي إلى صورة طبق الأصل لما حدث في الولايات المتحدة، ولكن نموذج دبي كان نموذج مصغر جدا. يعني حجم الأزمة في دبي حسب ما يعني ما ذكر في الإعلام وحسب ما ذكر على لسان المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة أنها في حدود 129-130 مليار دولار، وهذا الرقم صغير جدا مقارنة ب2 تريليون دولار حجم الديون التي أعدمت بالفعل في الأزمة المالية العالمية. فإذا هذه كانت أزمة صغيرة، وأنا على قناعة تامة من السابق والآن وحتى في المستقبل أنه دبي بإذن الله ستمر من هذه الأزمة بخير، لأنها ستجد الدعم المناسب سواء من حكومة أبو ظبي أو حتى من منظمات دولية، أو أنها قادرة على إعادة جدولة ديونها بنفسها أو التخلص من بعض الأصول التي امتلكتها أثناء الأزمة وتستطيع أنها تتخلص منها. هم لديهم استثمارات عالمية في دايملر للسيارات، بنز وشركات أخرى كثيرة حول العالم، يستطيعون أن يتخلصوا من جزء من هذه. وأيضا سيجدوا بإذن الله يعني الغطاء إن احتاجوا، سيجدوا الغطاء أكيد من دول المنطقة، يعني من يعني ليس فقط من أبو ظبي، ربما حتى يكون يعني لديهم مثلا دعم أو بقية مساعدة دول أو خروج الخليج. من بقية دول الخليج، لأن نحن نعيش في إطار مجموعة يعني متكاتفة، ولا أعتقد أن واحد سيتخلى عن الآخر. لا، حتى كان يعني رئيس مجلس إدارة شركة دبي يحاول أن يبعد الصيغة الحكومية عن شركة دبي. صحيح صحيح. ما السبب؟ مع أنها تعطي ثقة أكثر لو جعلتها حكومية. نعم، يعني لأن هي طبعا لأنها شركة يريد أن يتم الإصلاح في داخل الشركة دون أن يحدث يعني أي ضرر على سمعة الإمارة في حد ذاتها، وتصبح الشركة تستطيع أن تحل مشكلتها. نحن شفنا شركات كبيرة عالمية تعرضت لأكثر مما تعرضت له دبي وورد، واستطاعت أنها تحل إشكالياتها بكل سهولة. البنوك العالمية أخذت يعني حزم الإنقاذ من الدولة، نسمع اليوم عن سيتي جروب أنها ستنهي يعني ستنهي ستعيد أموال الدولة التي كانت أخذتها. نفس الشيء سيحدث ما حدث لتلك الشركات العالمية الكبرى، سيحدث مع شركات دبي. ولذلك أنا أقول هي صورة مصغرة من الذي حدث من الولايات المتحدة، والأزمة هذه بإذن الله ستمر على خير. ولكن الحقيقة نحن نستفيد من هذه الأزمة عدة فوائد. أولا، التسليط الإعلامي الكبير الذي حدث على دبي، والحقيقة أنا هذا أعتقد تعتقد أنه خطأ ولا؟ أنا أعتقد أنه خطأ كبير. يعني التسليط الإعلامي كان أكبر بكثير من حجم المشكلة، يعني حتى أن المنظمات الدولية والكريدت ريتنج ايجنسي اللي هي اللي تعطي التقييمات وغيرها، يعني كانت عملية تغطية أكثر بكثير من اللازم. وهذا يذكرني حقيقة بالذي حدث في ماليزيا في عام 98، إذا ما كنت أخطيت في العام، نفس الشيء الذي حدث وسقط الاقتصاد الماليزي. ولكن الحمد لله أنا أعتقد أن دبي بإذن الله لن تصل إلى هذه المرحلة، لن ستجد الدعم من سواء الإمارات اللي حولها أو من دول الخليج أو من غيرها. فكان تسليط إعلامي، هذه أول فائدة التسليط طبعا. الإعلامي أعتقد أنه كان في وقت الأجواء متعطشة لأي خبر سواء سلبي أو إيجابي، صحيح. هناك من يريد أن يتحرك نعم في السوق.
صح صحيح، ولكن الحقيقة أنك تسلط الضوء أكثر من اللازم على قضية صغيرة ما يزيد حجم يعني الديون فيها عن 120 مليار دولار، وهي ليست ديون معدومة، هي عملية فقط تأخير وجدولة، وهذا حدث يعني يمكن مع كل الناس، حتى يمكن على مستوى الأفراد، أغلب الناس اللي كان عندهم سيارات تقسيط راحوا عادوا الجدول، اللي عندهم قروض، وإحنا وجدنا في السعودية أيضا مجموعتي القصيبي وسعد تعرضوا أيضا لبعض المشاكل المالية في الكويت، أيضا في دول كثيرة من العالم. أنا أعتقد كان أول فائدة نستفيدها التسليط الإعلامي، ثاني فائدة اللي هو الحراك القوي من شركات التصنيف الائتماني التي سارعت بسرعة إلى عمليات تخفيض التصنيف الائتماني، وهذا الحقيقة آذى الأسواق في المنطقة، يعني بعض الأسواق مثل قطر و مثل الامارات وقطر وابو ظبي تاثرت كثير، الحمد لله نحن في السوق السعودي لم نتاثر بذلك الاثر الكبير، وهذه ايضا فائده نستطيع ان نضيفها انه اصبح لدينا وعي كبير بحجم الازمات، ما هي الازمه التي نتفاعل معها والازمه التي لا نتفاعل معها، يعني معروف انه في السعوديه انا حسب قناعتي الشخصيه، طبعا هذا لا يتعارض مع كلام معالي محافظ مؤسسه النقد انه ذكر انها 2 بالالف، انا يمكن انا شخصيا كمحلل من 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 بعيد لا اعرف ما الذي يوجد في داخل البنوك، انا اعتقد البنوك السعوديه يعني المشاريع في السعودية كبيرة جدا، ومن الأولى أن تمول في السعودية، ولا أعتقد أنها سيكون لديها انكشاف كبير قروض خارجية وكذا، ولكن نحن في الأزمة العالمية كنا نخشى كثيرا، لأن الأزمة العالمية كانت أخطر، كان يوجد فيها وحدات استثمارية وكان يوجد فيها سندات و